السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله المحاضرة الثانية اللي هنتكلم فيها على الدرينج انجينيرينج. زي ما قلت لكم قبل كده يا شباب، انتوا عندكم هيبقى هيتبعت لكم فايلين، تو فايلز لبي دي اف، واحد جراوند ووتر اللي هو جي دبليو، ده جراوند ووتر، والفايل الثاني اللي هو المحاضرات بتاعت الدرينج انجينيرينج، او المحاضره بتاعت الدرينج انجينيرنج هي محاضره واحده اللي هي المحاضره بتاعت النهارده. المحتويات بتاعت الجزء ده من الكورس هنتكلم على انترودكشن وشويه تعريفات، ونتكلم اللي هو الاجريكالتشر درينج ده امتى بيبقى مطلوب، هو مطلوب على طول ولا في كيسز مطلوب وكيسز مش مطلوب، وبعد كده هنستنتج المعادله اللي بنستخدمها لتصميم السب سيرفيس درينج نتورك، وبعد كده هنتكلم على الصرف عموما في مصر، ازاي المياه بيحصل صرف في الاراضي، وبعد كده بتوصل في الاخر للمصب النهائي بتاعها اللي هو هنا، ازاي بيتعامل how drainage is then transmitted to the final destination lakes or sea، وبيحصل ايه في الطريق. نبتدي بالintroduction. تعريف الدرينج هو removal of excess water and dissolved salts from the surface and subsurface of the land in order to enhance crop growth. الملخص المفيد بتاع الموضوع، لو بصينا على الرسمتين دول مقارنة كده، دي أرض، دي الأرض هنا فيها مش دريند، فيها مياه جوفية عالية جدا وواصلة لغاية الروت بتاع النبات وخنقاه، إنما هنا الأرض دي معمول لها درينج، فالمياه الجوفية بعيدة، فهتلاقي النبات اللي هنا حالته أفضل والجذور بتاعته بتمتد، إنما النبات اللي هنا مخنوق ومش قادر ينمو كويس. ده ملخص الموضوع. عشان كده بيبقى مطلوب دايما ان احنا نصرف الاراضي الزراعية اللي فيها مية جوفية عالية قريبة من الجذر بتاع النبات. ده ملخص الكلام. بيتم الكلام ده ازاي؟ لو انا عندي ارض مثلا في الفيوم او في الدلتا ومية جوفية قريبة من جذر النبات وعايزين نعمل لها نظام صرف، فبنعمل نظام صرف جوه المزرعة نفسها او جوه الفيلد، اسمه فيلد كولكتنج سيستم. نظام الصرف ده يا اما صرف اوبن، يا اما اوبن ديتشز يعني، او سب سيرفيس درينج زي ما هنشوف النهارده. وسواء ده او ده، السيستم ده او ده بيصب الصرف بتاعه في مصرف مفتوح بقى، بدايه خالص اصغر مصرف بنسميه فيه زواريق او مصارف حقليه صغيره، وبعد كده المصارف العقلية دي تبتدي تصب في مصارف أكبر شوية، وبعد كده المصارف الأكبر تصب في برانش أكبر شوية، وبعد كده البرانش يصب في مين درين أكبر، وهكذا لغاية ما توصل لأكبر مستوى من أكبر درين اللي هو المين الدرين، اللي هيوصل في الآخر يوصل الصرف دون إلى المصب بتاعه سواء على البحر أو في البحيرات. وهتلاقي هنا ان بيحصل البامب ساعات بيبقى بنضطر ان احنا نعمل محطات رفع في طريقنا او في بالذات عند النهايه، وهنتكلم فيها ليه بعد اما نيجي لوقتها قدام. خلينا نمشي ستيب باي ستيب. يبقى احنا عرفنا ليه مهم الصرف. الصرف مهم عشان النبات في اماكن اللي فيها مياه جوفيه عاليه انا محتاج صرف. طب واماكن يا دكتور اللي ما فيهاش مياه جوفيه اهو عاليه، هتلاقي طب هعمل صرف ليه؟ يعني انت مثلا في الصحراء في منطقة عالية منسوبها عالي على الأرض عالية يعني، والمية الجوفية بعيدة خالص على بعد 50 60 70 متر تحت ولا أكتر، والأرض ويل دريند ساند مصروف كويس، تعمل صرف ليه؟ إيه هزمته؟ طبعًا ملوش أي قيمة. يبقى إذًا هتلاقي الصرف إحنا بنعوزه في الأماكن اللي فيها مية جوفية قريبة من جذر النبات. طب ممكن يا دكتور يبقى في أماكن فيها مية جوفية قريبة من النبات في أراضي صحراوية؟ أه ممكن. إمتى بتحصل؟ بتحصل ممكن تكون حاليا مش قريبة من جذر النبات. بمعنى ايه؟ معنى ممكن يبقى في طبقة غير منفذة موجودة، يعني ممكن تبقى الوضع عامل كده، خلينا نرسمها لكم. ممكن الوضع يبقى عامل كده، يبقى هنا ادي سطح الارض
وبعد كده عندي هنا تحت هنا في طبقة غير منفذة بالشكل ده، وهنا القاع بقى ايه البيدروك. فلما تيجي هنا ممكن تكون المسافة دي صغيرة، ممكن المسافة دي تكون مثلا متر ونص ولا حاجة، ودي ارض ساند صحيح، وشكلها من فوق كده انها ناشفة، ارض ناشفة، فانت يتهيألك انها تمام. لا، انت لو جيت بقى زرعت هنا، جيت زرعت النباتات بتاعتك هنا وابتديت تروي بقى مية كتير، تروي مع الوقت مع الوقت، هتلاقي المنطقة هنا اتشبعت وما بتصرفش تحت، مفيش صرف، فهتلاقي المنطقة اللي هنا ابتدى يحصل عندك جراوند ووتر تيبل وبيعلى، والمنطقة هنا تبتدي ايه تطبل، والأرض محتاجة صرف زراعي. فكان من الأفضل لو أنت عملت استكشافات للأرض دي ونزلت المتر ونص دول حفرتهم بشكل أو بآخر في حتة معينة وكسرت الطبقة دي، كان ممكن الأمور تبقى أفضل عندك. لكن طالما ما عملتش كده وخلاص وزرعت بقى وعندك أشجار هنا ومش هتعرف تشيلها، فأنت هتحتاج إن أنت تحط بقى إيه صرف سب سيرفيس درينج هنتكلم عليه. تمام، خلينا نشوف. طيب ايه الفرق ما بين السيرفيس؟ يبقى احنا عرفنا الاجريكالتشر درينج بيبقى مطلوب امتى. ببساطه جدا مطلوب فقط في الحاله اللي فيها ميه جوفيه عاليه قريبه من جذر النبات. طيب ايه الفرق ما بين السيرفيس والسب سيرفيس؟ السيرفيس درينج احنا بنصرف لما بيبقى في ري بالغمر مثلا وتبقى انت في ميه زياده فعايز تصرفها. طبعا احنا مش عايزين الموضوع ده، مش عايزين سيرفيس درينج خالص. ليه؟ ليه مش عايزينه؟ لان مش مفروض ندي ميه اكتر من الميه اللي تنزل في التربه. ليه ادي ميه اكتر وبعد كده اخدها صرف؟ ما انا ادي ميه، احنا عندنا في ازمه ميه، فالمفروض بندي الميه بطريقه بالظبط قد ما الفيلد او الارض محتاجه، ما نحطش اكتر من كده. وخاصه دلوقتي في اتجاه ان احنا بنمشي بقى الري المتطور بقى، الري بالرش والري بالتنقيط اللي بيدي النبات احتياجاته بدون ما يبقى عندي سيرفس ووتر زياده اعمل له درينج. يبقى ده احنا مش عايزينه، عايزين المينيتو اصلا. السب سيرفس ده اللي احنا محتاجينه بقى لما يكون فقط لما يكون المايه الجوفيه عندي قريبه من سطح النبات ومحتاج ان انا اصرفها. طيب نفترض ان انا عندي المايه الجوفيه اهي، الخط الدوت ده قريب من سطح النبات، من قصدي من جذر النبات. طيب ازاي اوطيه؟ الهدف كله ان انا انزله واصرفه اوطيه لتحت. هو دي بقى القصه اللي بنتكلم فيها النهارده، ان انا بحفر درينز اوبن او سبميرجد او سوري سب سيرفيس. يعني ممكن تبقى كده، خلينا نرسمها ودي اللي هنتكلم عليها النهارده. ممكن يبقى انا عندي كده اهي، وادي المايه ثواني اهي، ممكن الوضع يبقى عندي كده والمايه الجوفيه هنا عاليه كده، وانا احط الدرينز بتاعتي هنا اهي، هي نفس الرسمه اللي فاتت. فهلاقي في الاخر ان الوضع بقى عندي بالشكل ده، المايه الجوفيه نزلت وبقت بالشكل ده. يبقى ده الجراوند ستاتيك جراوند ووتر تيبل، زي محاضره جراوند ووتر بالظبط. عشان كده بناخد جراوند ووتر المحاضره بتاعته في الاول قبل الدرينج. يبقى ده ستاتيك جراوند ووتر تيبل، وهو ده ستيدي ستيت. ستيدي ستيت وصلنا للستيدي ستيت خلاص. دايناميك جراوند ووتر تيبل. يبقى انا لو عندي النبات كان هنا مثلا اهو، ده النبات هنا وكانت دي الجذور بتاعته، فكان وضعه الاول سيء، لكن لما نزلت ده من هنا، نزلت جراوند ووتر تيبل داون من هنا ونزلته لتحت وديته هنا، بقى عندي هويت التربه تحته بقى اتصرفت. طيب الدرينز دي تفتكر بتبقى معموله ازاي؟ لو كانت اوبن درين شفنا الاوبن درين. طب لو هي سب سيرفيس درينج بتبقى مواسير بلاستيك مخرمه، المايه بتخش منها وحواليها فلتر، باي ذا واي بيبقى عليها فلتر زلط برضه، لانك بتحفر الاول ديتش
تحفر ديتش قبل ما تزرع، بتحفر ديتش وتنزل. يعني الاول بتحفر، الانستليشن بتاعها بيحصل ازاي؟ تعال نشوف الانستليشن بتاعها بيحصل ازاي. لو كان ده سطح الارض، لو ده سطح الارض كده، بروح جاي حافر ترانش كده بالعمق اللي انا عايزه، وافضي منه السويل، افضي منه السويل اهو، وبعدين ابتدي احط الاول طبقه طبقه زلط كده خفيف، طبقه صغيره لاير او رمله، بالذات رمله زلط وعليه رمله بيدنج، واروح حاطط الماسوره بتاعتي عليه، وبعد كده اروح اعمل عليها شويه طبقه رمل برضو، رمل وزلط، وبلف الماسوره المخرمه دي بلفها في شبك عشان ما يخشش فيها الرمله وتسدها، فبلف عليها شبك، وبعد كده بحط عليها طبقه رمل وزلط برضو، وبعد كده بكمل عندي رمل وزلط هنا، يبقى كل ده رمل وزلط اهو، وبعد كده برد من ردم السويل الطبيعي. هو ده شكل الايه؟ شكل الدرين. بعمل بقى الكلام ده، بكرره كل فترة زي ما احنا شفنا من شوية عشان يبتدي يشتغل ويصرف المية. طيب الدرين ده المية بتخش جواه، لو المية دخلت جواه كده هتمشي ازاي؟ اكيد هو نفس الدرين ده. لو جينا نبص عليه بقى في البلان، لو نبص عليه في البلان هتلاقيه ان هو جوه السبورة، جوه الصفحة هنا، واخد ميل في اتجاه، يعني لو جينا نعمل كده نبص بقى في البلان، في البلان اهو، ادي الدرين اللي انا عملته من شويه، واخد، بس انا ببص عليه في البلان بقى، واخد اتجاه في الاتجاه، واخد ميل في الاتجاه ده، بحيث الميه لو دخلت فيه، الميه لما بتخش فيه تحت الارض تبتدي هو في ميل تمشي بالجرافيتي في الاتجاه ده. طب وبعد ما توصل هنا بيتحط مصرف اكبر، مش مخرم، مصرف ساده عادي، ده هدف منه، ده كوليكتور، يجمع من المصارف المخرمه دي، كلها مواسير مخرمه بتجمع الميه، بيسموها بيرفوريتد بايبس. هنا بقى هنحط ايه؟ كوليكتور رئيسي اهو، ماسوره كبيره بتجمع بقى من ده، وبتجمع من اللي جنبه، وبتجمع من اللي جنبه، وبتجمع من الناحيه الثانيه برضو اهو، دي اسمها اللاترالز، مدفونه تحت الارض، اسمها اللاترالز، دي مدفونه تحت الارض، بتجمع الميه وبترميها على الكوليكتور، والكوليكتور بعد كده بيروح في الاخر خالص يطلع هنا، يبقى ترعى، يبقى مصرف بقى رئيسي، وهو يطلع هنا في الجنب بتاع المصرف الرئيسي ويصب الميه بتاعته. اوكي، بيبقى منظره حاجه عامله كده، الكوليكتور عايز تشوفه بيبقى، لو كان ده سطح، لو كان هنا سطح الارض اهو، ده سطح الارض وده المصرف الرئيسي كده، بيبقى الكوليكتور جاي من هنا كده، وايه؟ وطالع، سوري، طالع كده اهو، وبيصب الميه بتاعته. تمام؟ طيب نرجع بقى لموضوعنا. يبقى هنا احنا ممكن نعمل اوبن درينز زي دي، وهي بنفس الكونسبت برضو، هتجمع الميه ويبقى فيها ميول في اتجاه، وتروح تصب فيه مصرف اكبر شويه، يصب على المصرف اللي ايه، البدايه شبكه الصرف الرئيسيه بتاعه الدوله بقى، يصب عليها يعني. طيب تعال نشوف المعادلات بتاعه، هي المعادله اسمها هودوت ايكويشن، هودوت ايكويشن. الهودوت ايكويشن ده هي عايزين نثبتها دلوقتي، دي الصوره النهائيه بتاعتها، انا عايز نعرف الاثبات بتاعها عليك، الاثباتات كلها عليك، ممكن اجيبها لك بشكل او باخر. بدايه الاثبات هنا هو برضو شبه الاثباتات بتاعت الجراوند ووتر. البدايه اللي انها بتقول انا هنا الاول عندي ده سطح الماء الاصلي اوريجينال او الستاتيك جراوند ووتر تيبل، وده سطح الماء بعد ما استقرت، بعد ما عملت السيستم بتاع الدرينز، انا عندي تو درينز اهم حطيتهم واشتغلوا واستقر الوضع، وصلنا للسيدي ستيت، فالماء خدت وضع ثابت كده، فبقت الري، عمق الري او عمق المطر اللي بيجي او وات ايفر السطح الميه اللي بتخش من هنا كلها ثبتت، فبقى الكيو اللي جايه من هنا هي الكيو اللي خارجه من الايه؟ الماسورتين دول، عشان كده الوضع وصل للثبات والسطح الميه اخذ الشكل ده. طيب عايزين نجيب بقى المعادله اللي تربط الكلام ده، الدبليو ده هو مش دبليو بتاعت الاستراكشر، الدبليو ديا
شبهها على فكره، شبهها بالظبط، شبه الدبليو بتاع الاستراكشر دي. عمق الريت بتاع الري اللي هي بنسميها اليونتس بتاعتها مليمتر بير داي، مليمتر ري بير داي او بريسبيتيشن. المهم ده سطح، ده عمق الميه الابلايد فوق سطح الارض اللي انا في الاخر هصرفه بالمصارف المغطاه اللي تحت دي. طيب بدايه المعادله، ادي المحاور، ادي واي وادي اكس، يعني هنا اكس بصفر عند الواي ده اهو، الاكس بصفر وادي الاكس، ادي الواي وادي الاكس. طيب هاجي هنا وعندي هنا ده امبيرميبل باتوم اللي موجوده تحت اللي هي البيدروك، لكن مش كل الاكوفر ده شغال معايا بيروح على المصارف دي، هو في لغايه افكتيف باتوم هنا احنا هناخدها هي نفسها كمان شويه، هتعرفوا ان احنا هناخد الافكتيف باتوم دي هي نفسها منسوب الدرينز اللي تحت ونريحكم، وهناخدها هناخد الافكتيف الاتش اي ده ايه، هناخدها بصفر بعد كده، لكن انا عايزك تثبت المعادله شامله الاتش اي اللي هي الافكتيف ديبس اللي من تحت الدرينز اللي شغال معايا وبيجيب ميه، بيجيب ميه على الدرينز يعني، لان الدرينز دي بيجي لها الميه كده من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بيجي لها الميه، وفي جزء شغال فقط تحت الدرين الميه بتمشي فيه، والجزء اللي تحت ده مش شغال معاه ما بيجيبش ميه. طيب خلينا نبتدي ببداية الاول، انا عندي هنا على بعد اكس، ادي على بعد اكس خدت شريحة عرضها دلتا اكس كده اللي انت شايفها ده ايه دي اكس، و الكيو اكس، الكيو اللي جاية في المسافة اكس، كيو اللي جاية هنا كده ماشية في الاتجاه داخلة هنا عند الاكس، عند اكس كيو اللي ماشية في اتجاه اكس، هي ثابتة مش ثابتة يا دكتور؟ مش كانت ثابتة في الجراوند ووتر؟ لا هنا بقى مش ثابتة، هنا مش ثابتة، هنا تزيد وتقل، تبقى صفر هنا لان عند النقطة دي كيو شمال ويمين مفيش خلاص كيو، لكن تزيد تزيد كل ما انا ماشي لان كيو دي بتجمع معايا لغاية ما بتوصل للماكسيموم عند الايه؟ عند الدرين. اوكي؟ طيب الكيو اكس ده اهي اللي هي ماشية هنا دي هي نفسها بتساوي الدبليو اكس، لان احنا في السيدي ستيت، دبليو في اكس هي نفسها كيو اللي نازل هنا هو نفسه اللي خارج من هنا. عايز تشوف الاثبات ده جه منين ارجع لسلايد 13 في الجراوند ووتر ليكتشرز، هتلاقي الامور سهله واضحه جدا هناك اللي انا كنت ماجلها لو تفتكروا. تعالوا نرجع لها اهي، ادي 13 سلايد 13 في الجراوند ووتر ليكتشر اهي، هنا بتقول ايه؟ بتقول ان انا دي هنا كنا بنتكلم على الريكتانجلر، اهي ريكتانجلر احنا اتكلمنا على الريديال المره اللي فاتت وقلنا الريكتانجل ده هنأجله لمحاضره الايه؟ الدرينج. فالريكتانجلر 1 دي جراوند فلو ايكويشن، يعني ايه ريكتانجلر؟ يعني الفلو، نفهمكم كده، الفلو لما كان عندي هنا بير كده بالشكل ده في البلان وكان الفلو جاي كده كنا مسمينه راديال فلو ودرسناه المره اللي فاتت وخدنا المعادلات بتاعته في حاله الكونفايند والانكونفايند اكوف. طيب لو انا هنا بقى الميه ماشيه مش كده، لو انا هنا عندي الميه ماشيه في كده نتيجه ان في هيد هنا اعلى من الهيد اللي هنا، فالميه ماشيه في الاتجاه ده مثلا او ماشيه في الاتجاه ده، بس الفيلوسيتي فيكتورز بتاعتها كلها بارلل موازيه لبعضها، دي اسمها بارلل فلو اكويشن او ريكتانجلر كارتيزيان فلو اللي هو احنا مسمينه هنا اهو، اهو ريكتانجلر 1 دي جراوند فلو ايكويشن، هو ده اللي بتكلم عليه ان الفلو ماشي بارلل لبعضه، الفيلوسيتي فيكتورز، الفيلوسيتي فيكتورز. طيب هنا عندي جنرال ايكويشن الفلو ماشي في الاتجاه ده، وعندي دبليو فوق وعندي دي اكس، بس جنرال ايكويشن هنا بتقول ان التغير في الكيو في مسافه الدي اكس هو الدبليو، منطقي منطقي جدا، الدي كيو على الدي اكس هو الدبليو، او الدي كيو هي الدبليو في الدي اكس، فكر فيها كده لما تجيب المحصله في الاستراكشر بتقول ايه؟ المحصله هي الدبليو في ال المسافه الافقيه دي اكس، يبقى الفورس هي الدبليو في الدي اكس. هنا نفس الكلام الدي كيو اهي التغير في الكيو من هنا لهنا هو الدي اكس في الدبليو، دي كيو اهي هي الدي اكس اضربها الناحيه الثانيه في الدبليو اهي، كامل بقى دي كيو دبليو دي اكس، يطلع لك ان كيو اكس بتساوي دبليو اكس بلس كونستانت، هات دبليو اكس الناحيه الثانيه يبقى كيو اكس ناقص دبليو اكس بتساوي سي، ادي الجنرال ايكويشن. لو الريتشارج بزيرو يبقى كيو اكس كونستانت، وده اللي حصل عندنا فين؟ حتى لو تفتكروا في الراديال قلنا كيو اكس بكونستانت مفيش ريتشارج من فوق،
لكن لو في ريتشارج يبقى الكونستنت هو الكيو اكس ماينس الدبليو اكس، هو ده الكونستنت. وهنا بنجيب المعادلات مره في الكونفايند ومره في الانكونفايند. انا هسيبها لكم دي سهله جدا، اسهل كتير من الابار. بنفس الكونسبت مشيت ازاي هنا ايه، بنفس الكونسبت اللي هنا عايز هنا زيرو ريتشارج، فانا عندي هنا الفي هي الكي في الاي اهي، كي في الاي، والاريا المره دي هي الطول ده في العرض جوه الصفحه، لو الاتش اكس العرض جوه الصفحه واخدين واحد، ده الفرق الوحيد هناك عن هناك. هناك كانت اسطوانه الاريا، اسطوانه حوالين البير، لكن هنا الاريا هي عباره عن ريكتانجل في وشي في داخل في الصفحه، عرضه 1 متر جوه الصفحه وارتفاعه هنا اتش، يبقى اتش في 1 يبقى دي الاريا وادي الفيلوسيتي كامل هتتصل للمعادله. الموضوع في منتهى البساطه. طيب نرجع بقى تاني هنا، يبقى كيو اكس ناقص دبليو اكس بكونستنت، ده البدايه بتاعتنا اهي. يبقى كيو اكس هي دبليو اكس، وحتى من غير مش محتاج الفات ده، الامور سهله. ما هو اكيد الكيو اللي ماشيه من هنا هي الدبليو ده اهي مضروبه في الاكس، منطقي. وان السيدي ستيت لو كانت ده اكتر من ده كان الميه عاليه، لو كان ده اقل من الكيو اللي ماشيه من هنا كانت ميه كيو، معناها الكيو دي اكبر من اللي داخل كانت ميه نزلت لتحت. وبما ان الميه ثابته يبقى اكيد الكيو اللي ماشيه من هنا هي الدبليو في الاكس. تمام، معادله باينه قدامي اهي، هي نفسها بقى هنا الفي في الاريا، الفي ادي دارسي، الاريا اتش اتش في واحد جوه، افصل وادي دي اكس الناحيه الثانيه كامل يطلع لك المعادله دي. عوض الاول باكس بزيرو، عند اكس بزيرو الاتش بالاتش ام دي انا مسميها اتش ام، وعند اكس بال على الاثنين، ما دي ال على الاثنين اللي هي المسافه بين ال درينز، المسافه بين الدرينز ال، يبقى دي ال على الاثنين. لو عوضنا باكس بال على الاثنين الاتش هي اتش دي اللي هي الاتش اي، احنا مسمينها اتش دي هي نفسها الاتش اي. يبقى تعالى نعوض بالكلام ده فوق، اكس واحد بصفر، اكس اتنين هي ال على الاثنين تتربع تبقى ال على الاربعه، الاربعه تتضرب الناحيه الثانيه، وادي الاتش اتنين ام واتش واحد اتنين واحد، يطلع لي المعادله دي. عوض بقى هنا باتش ام هي عباره عن اتش اي بلس اتش، وعوض باتش دي هي اتش اي في المعادله اللي فوق ده، يطلع لك الصوره النهائيه للمعادله. المعادله دي بقى مهمه جدا اللي هي معادله هوداوت ايكويشن، دبليو ال سكوير ايكوالز 4 كي اتش سكوير بلس 8 كي اتش اتش اي. تعال نبص عليها تاني المعادله دي. اهي ثواني امسح ده ونكتب هو داوت ايكويشن. داوت ايكويشن بتقول ان ال ال سكوير دبليو ال سكوير بتساوي 4 كي اتش سكوير بلس 8 كي اتش اتش اي. اهي نتاكد منها، دبليو ال سكوير بتساوي 4 كي اتش سكوير زائد 8 كي اتش اتش اي. طيب تعال نبص لها تاني المعادله ده اهي، دبليو ال سكوير بتساوي 4 كي اتش سكوير بلس 8 كي اتش اتش اي. خد بالك بقى كويس قوي من المعادله دي، لو الاتش اي بصفر، لو افترضنا ان الافكتيف باتوم على قاعده درينز على طول، يبقى اف اتش اي ايكوالز 0، يبقى الترم ده كله مش موجود، هتبقى المعادله ان دبليو ال سكوير ايكوالز 4 كي اتش سكوير. ادي المعادله لو هنهمل الاتش اي. تمام، طيب تعال نشوف الفاريبلز اللي فيها دي كويس قوي بقى دلوقتي مع بعض. ادي الدرين اهم، وادي سطح الارض، وادي منسوب المياه الجوفيه قبل التنزيل، واول ما الدرينز دي اشتغلت بقى منسوب المياه الجوفيه عامل كده اهو. خد بالك كويس قوي بقى من اللي في المعادله، الاتش كابيتال دي مش المسافه دي، دي المسافه اللي هي الهبوط درو اس درو داون. الاتش كابيتال اللي في المعادله احذر كويس جدا هي المسافه دي اهي، تعال نشوفها مع بعض.
ادي الاتش من الدرين لغايه سطح الميه بعد اما نزل، من الدرين لغايه سطح الميه بعد اما نزل اهي اهي، من الدرين لغايه سطح الميه بعد اما، امال ايه المسافه دي؟ دي الدرو داون اللي حصل، المسافه الهبوط اللي انا عايز انزله. الاتش اي احنا خدناها بصفر، فالخط الضوء طلع بقى عند الدرين نفسه، والاتش دي دي بصفر اللي هي الاتش اي. تمام. طيب ايه تاني في المعادله عشان نعرف نطبقها؟ عشان نعرف نطبقها الكي انت عارفها، الهيدروليك كوندكتيفيتي. ايه ال ال اللي هي المسافه ما بين الدرينز وبعضها، السيبريشن اهي، السبيسنج هي دي ال ال ما بين اللاترز، دول اللاترز فاكرين الرسمه، كان في لاترز وكان في كوليكتور، دول اللاترلز اهم ماشي. يبقى احنا خلاص عرفنا الاتش، خد بالك ما تنساش الاتش هي دي، اوعى تنسى الغلطه دي، اوعى تغلطها ماشي، الاتش اهي اوعى تغلط الغلطه دي، دي الاتش، والكي هي الهيدروليك كوندكتيفيتي، والاربعه موجوده، والال هي السبيسنج ما بين اللاترلز، والدبليو هو اللي موجود فوق هنا ده مليمتر بير دي او وات ايفر، بس لازم تحول اليونتس كلها متر بير، حسب بقى اللي هتمشيها ازاي. لو خدت دي متر، لو خدت دي متر بير دي يبقى لازم الكي متر بير دي، بمعنى صح دي متر ودي متر خلاص راحوا مع بعض، يبقى لازم اليونتس بتاعت الكي هي نفسها اليونتس بتاعت الدبليو. لو خدت الكي متر بير سكند يبقى الدبليو متر بير سكند، لازم اليونتس تبقى واحده والا الامور مش هتظبط معاك. اوكي طيب نرجع تاني ناخد بقى ايه، زوم اوت كده. طيب الدبليو دي هنا كاتب لك عليها هي نفسها الريجيشن، بنجيبها منين؟ لو انا لو هي جيفن في المساله او مش جيفن، ممكن تجيبها تبقى جيفن بطريقه ان انا اديك الريجيشن ريت واديك الدرينج ريشيو، دي اسمها الدرينج ريشيو. يعني لو انا بروي مثلا درينج ريشيو، لو مثلا درينج ريشيو 40% مثلا، لو انت بتروي 100 مللي يجي لك 60 منهم ياخدهم النبات و40 يحصل لهم او يتعلقوا، 60 يتعلقوا في التربه عشان النبات ياخدهم و40 يحصل لهم درينج. يبقى الدرينج ريشيو هي نسبه الدرينج من الري. يبقى لو انا مديك الاريجيشن ريت والدرينج ريشيو تضربهم في بعض تجيب الدبليو. طب لو مش مديك كده ومدي لك معلومات ثانيه، مدي لك بريسبتيشن عمق المطر، ومدي لك الري بيتاخد قد ايه مليمتر بير داي او متر بير داي عمق، ومدي لك ايفابو ترانسبيريشن ريت معدل النتح بتاع النبات، هتروح حاطط البريسبتيشن زائد الاريجيشن وطرح منه الايفابو ترانسبيريشن يديك الايه الدبليو، فممكن كده او كده. اوكي طيب خد بالك ان الكيو برضو لو عايز تجيب الكيو اللي بتمشي في الدرين بس، مش عايز توصف الشكل، عايز تعرف الكيو بس، طب ما الكيو سهله جدا، ما هي دبليو في ال على الاثنين، مش محتاج يعني مش محتاج كل الكلام ده. عايز تعرف الكيو قد ايه؟ ما هو السيدي ستيت احنا قلنا في الاول خالص ان الدبليو ده هي متقسمه، نصها يروح على الدرين ده ونصها يروح على الدرين ده، فلو ضربت في دبليو في ال على الاثنين ولا في ال؟ لا في ال، لان زي النص ده وفي نص الناحيه الثانيه، فهي ال، انا اسف دبليو في ال، لان في نص من هنا ال على الاثنين من هنا وال على الاثنين من الناحيه الثانيه هنا جاي كده، وال على الاثنين من هنا وال على الاثنين من هنا، يعني هتباينه هنا اهي اهي، فانت عندك ال على الاثنين من هنا وال على الاثنين من هنا، جايبه لك ال في الاخر كلها، كلها جايبه لك ال. تمام يعني اقصد كده اهي، يعني هي كلها هنا كده جايبه لك من هنا لهنا ال على الاثنين وهنا ال على الاثنين، يعني كل ده ال، يبقى دبليو في ال، عندك دبليو في ال تجيب لك الكيو اللي داخله في الدرين الواحد. مفهوم يا شباب؟ اهي اقفل بتاعه الجراوند ووتر دي. يبقى عندك الكيو هي الدبليو في ال، صح كده؟ لو انت عايز تعرف الكيو اللي في الدرين من الاول، طب المعادله دي هستخدمها في ايه؟ لا المعادله دي هستخدمها بقى عشان اعرف السبيسنج ما بين الدرين، اجيب السبيسنج قد ايه عشان انزل الميه قد ايه، هو ده السؤال. انا اخلي عشان انزل الميه مثلا نص متر، انا محتاج احط الديزاين سبيسنج قد ايه بين الدرينز وعمقها، ويبقى العمق بتاعها قد ايه، كل ده بيربط كله في بعضه، ده الامور دي كلها بتتربط في بعضها بالمعادله بتاعت هو داوت ايكويشن ده. طيب لو انا هعمل سب سيرفيس درينج، في بقى ممكن اعمل له بالشكل دون اللي هو الراندوم سيستم، راندوم سيستم انا اسف بالشكل ده، ممكن بارلل جريد، يبقى دي هنا اللاترالز اهم
وده الكوليكتور، ده اللي رسمناها من شويه، ده فيلد لاترال، دي المواسير المخرمه، وده الماسوره الكبيره اللي بتجمع ساده مش مخرمه، بتجمع المايه من دول، او يتعامل شكل الهيرنج بون ده اهي كده، اللي هي شوكه السمكه بالشكل ده، او راندوم، ما كل منطقه فيها شويه لاترال وكوليكتور، وكوليكتور كبير خالص بياخد من الكوليكتور دول وبيودي على بره على المعصرف الرئيسي. تمام. طيب السؤال بقى، عايزين ناخد مساله على موضوع اللاترال ده، نصمم ازاي نجيب اللاترالز؟ خلاص عرفنا الاكويشن بتاعتها، طب نصمم ازاي البايب؟ هنصممها ما هتمشي بالجرافيتي، هنصممها بمانينج. تمام. المانينج لو هتصمم اللاترال او الكوليكتور، ادي المعادله دي مانينج على فكره، بس احنا عارفين انها دايره، فالدايره عارفين الهيدروليك ريدياس بتاعها هي بتبقى هاف فول، فممكن هاف فول تجيب الهيدروليك ريدياس هو الاي على البي وتعوض بيه في معادله مانينج توصل للمعادله دي. عشان كده بقول لك عايزك توصل لها لوحدك، بس ممكن اساعدك شويه كده. هنا اهو لو هنحل يبقى هيبقى عندي مانينج ايكويشن بتقول ان كيو بتساوي 1 على ان ار اس 3 جذر اس في الاريا. طيب انا عندي هنا القطاع بتاعي بايب سيركلر وهاف فول، تمام، الاريا بتاعته باي ار سكوير. احنا جايبين المعادله بفانكشن في الدي ولا في الار عشان اجيبها لك زيها بالظبط؟ الدي. خلاص يبقى الاريا باي دي سكوير على 4 اهي، ثواني، باي دي سكوير على 4. طب على 8 ولا على 4؟ باي دي سكوير ده الاريا فول يبقى على 8. طيب والبي هيبقى 2 باي ار ده سيركل كلها، يبقى باي ار 2 باي ار ده سيركل كلها، او باي دي ده بلاش الار خلينا بالدي، باي دي يبقى باي دي على 2، يبقى الار هتساوي الاي على البي هتساوي باي راحت مع الباي، يبقى ال دي فوق والتمانية على الاربعة، يبقى ده الار. عوض بقى في المعادلة هنا بالاريا باي دي سكوير على التمانية، وعوض بالار دي على الاربعة، يطلع لك ان كيو بتساوي اللي انت شايفه هنا ده. طب ايه اف اس ده؟ لا ده اف اس خليها على جنب دلوقتي، هيطلع لك المعادله ان كيو بتساوي الرقم ده على ان دي تو ذا باور اوف 2.67 في اس تو ذا باور اوف 0.5. اوصل للمعادله دي زي ما انا عملتها من شويه كده. طب ايه الاف اس ده؟ الاف اس ده فاكتور اوف سيفتي، بنكبر شويه احتياطي الكيو واحنا بنصمم. يعني لو الكيو طلع لي مثلا بواحد بضرب في فاكتور اوف سيفتي يكبرها شويه عشان الدي يطلع كبير شويه احتياطي. الفاكتور اوف سيفتي ده بيتاخد 1.2 لللاترال، لكن للكوليكتور بيتاخد 1، ما بيتاخدش 1.2 اهو. اللاترال بس بيتاخد 1.2، تمام؟ ال المانينج رافنس انا بديها لك، هديها لك، بس يعني عموما اهي ب 0.009 فور سموث بي في سي بايبس مصير بلاستيك الناعمه، او 0.02 فور سيدمنتس لو هيحصل فيها سيدمنتس. تمام؟ يبقى هي طالما هيحصل فيها سيدمنتس خد 0.02 احتياطي. خد الفريشن عالي شويه. تمام؟ طيب. طب الكيو هتجيبها ازاي؟ الكيو هي الدبليو في الاريا سيرفد. الكيو هي الدبليو في الاريا سيرفد، بمعنى ايه؟ تعالى نرجع كده هنا، لو انا عايز اصمم الكوليكتور من غير ما اصمم اللاترالز سهله جدا، ادي الاريا سيرفد كلها المساحه دي. بس يعني زود نص عليها هنا، اهي. كل المساحه دي خدها. يبقى دي الاريا سيرفت، اضرب الدبليو في الاريا سيرفت تجيب الماكسيموم كيو اللي ماشي عند القطاع اللي هنا وتصمم عليها. طب لو عايز تجيب الكيو هنا خد الاريا سيرفت دي بس على الكوليكتور ده. طب لو عايز لاترال، اللاترال هيبقى دبليو مضروبه، اللي هي دبليو مضروبه في الاريا سيرفت اللي هي ال السبيسنج مضروبه في طول اللاترال عشان تصمم القطاع الاكبر فيه. اوكي. طيب مثال هنا عندي agricultural area of 210 فدان بتعاني من جراوند ووتر تيبر عالي، ماشي. هنحط تايل درينج سيستم، تايل اللي هو سب سيرفيس درينج سيستم، ساعات بيتقال عليه تايل درينج سيستم، اللي هي لاترالز اند وان كوليكتورز
في غلطة هنا، دي laterals and one collector and an outlet بتصب في الآخر. is to be installed at average depth 3 متر below، مش سطح الأرض، below ground water table. حلو قوي الكلام، لازم انت تفهم الكلام مظبوط. in order to lower ground water table by 0.5 meter. نرسم اهو، هو قال لي سطح الارض اهو. لا ما نستلش القلم دايما، انا غلط الغلطه دي. ادي سطح الارض، وعندنا هنا هنحط اللاترالز اهو، نبعد شويه اهو. وقال لي ان المياه الجوفيه الاصليه اللي هي الاستاتيك اللاترالز تحتها ب 3 متر، ولا انا غلطان؟ تعال نقراها. To be installed laterals at average depth 3 متر below ground water table، عشان انزله نص متر، يبقى دي 3 متر من اول هنا لغايه هنا كده اهي، كل دي 3 متر. وبعد كده لما هننزل المياه الجوفيه هتنزل دي نص متر، هو قال كده. in order to lower ground water by 0.5 meter اهي. the aquifer is thin and its part below the tile drain can be neglected، يعني من الاخر اتش اي بصفر، يبقى المعادله هتبقى دبليو ال سكوير equals 4k h square. if the drainage ratio is 50% and the daily irrigation depth ب 6 سنتيمتر per day it is required to determine the required lateral spacing in case the aquifer is sand silt clay. واديني كومنت على الكلام ده. طيب الموضوع مش محتاج اكتبه بايدي، اهي المعادله سهله خالص. الاول ال w.5 في ال 0.06 متر per day، W L سكوير بتساوي 4 K H سكوير، هو ده إيكويشن. انت عايز ال L، افصل ال L تطلع لك ال L. عظيم. طيب بس ال L حسب ال K بقى، حط ال K مرة ب 30، حط ال K مرة ب 0.1، حط ال K مرة ب 1، هتلاقي ان ال L لو ساند محتاج 160 متر تقريبا، لو سلت محتاج 30 متر تقريبا، لو كلي محتاج 10 متر تقريبا. يعني واضح ان كل ما ال K بتقل كل ما انت محتاج تقلل السبيسنج عشان تقدر تصرف. يبقى كل ما التربة تقفل كل ما انت محتاج تقلل السبيسنج، كل ما التربه تبقى الكي بتاعتها عاليه، برميابيلتي عاليه زي الساند، تقدر تحط السبيسنج على مسافات كبيره قوي. ففي الكلي ساندي دي صعبه، الكلي سويل المقفوله دي بتبقى صعبه قوي الصرف فيها، مكلف. طيب هو ده الكومنت اللي كنت عايزك تقوله. اوكي، ممكن بقى في حالات الكلي دي يبقى درينج لير ارخص، ان انا احفر التربه كلها، اشيل متر ونص من التربه وارمي تحت زلط ورمل واحط التربه فيهم تاني، يبقى واخد الزلط والرمل ده بميل معين كده خفيف، بحيث بدل البايبس دي كلها يبقى عندي طبقه درينج كامله تشفط المايه تحت وتوديها على جنب تطلعها في الدرين الرئيسي. ده اللي انا قايله هنا، ممكن يكون مور ايكونوميك ان انا اعمل درينج لير بقى في الحته دي. طيب هنا بيقول لي ديزاين المين كوليكتور. المين كوليكتور انا مش محتاج اجيب بقى كام كوليكتور ومش عارف ايه، انا محتاج اجيب الاريا سيرفت كلها 210 فدان واضربها في الدبليو اهي، 210 فدان في 4200 بقت متر سكوير، اضربها في الدبليو متر بير داي. المتر بديها الدبليو مديها لنا بكام هنا؟ الدبليو احنا حسبناها 0.03 متر بير داي، صح كده؟ متر بير داي على 3600 على 24 الاول، يبقى متر بير اور على 3600 يبقى متر بير سكند، يبقى دي الكيو بتاعتي اللي هصمم عليها بالمعادله اهي. بس فاكتور اوف سيفتي هاخده واحد لان ده كوليكتور، لو كان لاترال هاخده الفاكتور اوف سيفتي 1.2. انا تقريبا خلاص خلصت. جميل. الهاير اوردر درينج بقى بعد ما انت لميت من ده، خدت من ده وطلعت، خدت من الكوليكتور ده او كوليكتور ده او كوليكتور ده، وطلعت في جنب الدرين الصغير، باي ذا واي ده الدرين الصغير ده فيلد درين، ده لسه اول درجه. الفيلد درين ده ماشي بقى، هيمشي يروح يصب فيه بالترتيب كده، فيلد درين اللي هو اقل درين اصغر واحد، يروح لماينور برانش درين، يروح لميجور برانش درين، يروح لمين درين، يروح لديستريكت درين، يبقى كده وبعد كده يوصل للمصب،
يبقى الديستريكت درين مين اكبر واحد فيهم؟ هو الديستريكت درين. طب بيروح ازاي؟ حد بيزقه يعني ولا الميه ايه اللي بيمشي الميه؟ بتمشي بالجرافيتي. يبقى لازم الدرينز دي يكون فيها سلوب، يبقى انت طول ما انت ماشي قاع الدرين عمال يوطى نتيجه السلوب، بتيجي من هنا تروح للدرين اللي بعده يمشي مسافه والقاع عمال ينزل، فانت بتنزل في الاخر ان منسوب الميه بينزل كتير تحت سطح الارض، لدرجه انك ممكن توصل في نهايه الديستريكت درين تلاقي نفسك منسوب الدرين اوطى من منسوب البحر اصلا، ممكن تلاقي نفسك في منسوب ماينس 5 ماينس 4 ماينس 3 نتيجه الميول دي. فوقتها طب ازاي هتصرف على البحر وانت اوطى من البحر؟ في المكان ده بنروح عاملين بامب ستيشن بقى هنا. بنروح عاملين بامب ستيشن. اوكي؟ عشان كده قلت لك في الاول اهو sometimes pumps بنعوزها. ده في الكوانتيتي بتزيد طول ما انا ماشي من هنا لهنا اكيد، لان الصرف بيزيد، الاريا سيرف بتزيد. وهنا بيصب هنا كان فيلد درين صب في ماينور برانش درين، الماينور برانش درين ده ممكن تلاقي صب فيه 20 30 فيلد درين، والميجور تلاقي صب فيه 50 مثلا 20 50 ماينور، والمين تلاقي 23 24 25 رقم يعني بيصب في المين وهكذا، والديستريكت درين ممكن تلاقي فيه 10 15 مين بيصبوا فيه، فتلاقي كميات المايه في الديستريكت درين هي ماكسيمم بقى. طيب ده في تيرمز اوف كوانتيتي. كواليتي بقى المية بيحصل لها تغير وهي ماشية؟ مفروض لأ، لكن الواقع ان بيحصل فيها تغير، بتسوق اكتر، بتسوق اكتر، لان في سلوكيات بتحصل على الطريق، في ناس بترمي مية، مصانع بترمي مية مش معالجة، في ناس بترمي حاجات مش كويسة في المية، في صرف صحي من غير معالجة بيحصل عليها من الاراضي ومن البيوت اللي ما عندهاش صرف صحي وهكذا. الكلام ده بيؤدي ان السوق الكواليتي بتاعت المياه بتسوق جدا، وهي في لما بتوصل في نهايه الديستريك درين ده، وخاصه انها بتصب في بحيرات بتاعتنا زي بحيره المنزله وبحيره ماريوت وبحيره برولوس، المصارف دي بتصب فيها، فبتلاقي الوضع بقى سيء هناك بيئيا والسمك اتغير، وعشان كده لازم يبقى في ريجوليشنز جامده، عشان كده الدوله والعالم كله بيتجه في اتجاه ان هو يحط ريجوليشنز قويه على التعامل مع المصارف عشان يضمن الكواليتي بتاعه المايه، لان دي في الاخر تبقى مزارع سمكيه وبناكل منها. ده اللي كنت عايز اقوله وانتهى انتهت المحاضره. انا عايز اقول لكم بس انا طبعا كنت اتمنى اشوفكم ونتعرف على بعض، بس ان شاء الله هنتقابل. بالنسبه للامتحان انا بغض النظر ايه هو الامتحان، هيكون انت هتكتب تعمل بحث صغير عن موضوع، او هيبقى في مساله معينه او مساله تصميميه او نقاش في حاجه، او هتعمل ديسكشن او هتعمل بيبر صغيره او واتيفر، مش هتخرج بغض النظر ايه اللي هيبقى الامتحان ايه، مش هيخرج عن المحاضرتين اللي انا اديتهم لك دول، بس انا عايزك تفهمهم. مطلوب من سيادتك تفهم المحاضرات مش تحفظها، وخاصة انك لو هتمتحن هتمتحن من البيت، والامتحان هيبقى اوبن بوك، فالمطلوب منك فهم. انا عمري ما هجيب لك حاجة تبص في المحاضرات وتنقلها، فانت مطلوب من سيادتك تفهم انا قلت لك ايه في المحاضرتين دول. وان شاء الله بالتوفيق ونشوفكم على خير السنة الجاية بإذن الله. السلام عليكم.